تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كما يبدو هنا في هذا الشادر، كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية والمنزلية أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو ما أدى إلى إقبال كبير على الشراء لتلبية احتياجاتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. ونظرا لهذا الإقبال، فإن وزارة الداخلية قامت بمد فترة المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة لتخفيف الأعباء عنهم. أيوة أنت فعلا تستاهل كل خير. صراحة أنا شايفة أنها مبادرة حلوة، شايفة أن أسعار السلع موجودة في تناول الجميع، وأسعارها كمان موجودة أقل من السوبر ماركت اللي موجودة برا. حلوة الأسعار، جميلة جدا، في متناول الجميع، يعني أي حد بيقدر يشتري. الأسعار حلوة وأحسن من برا طبعا. إحنا عندنا مخزون كافي جدا، دارسين السوق كويس، عارفين كل المتطلبات اللي محتاجها المواطنين إيه. عندنا مخزون كافي جدا لحد نهايه السنه، الحمد لله كافينا في المبادره، وبنطمن الناس الاسعار كلها متوفره مخفضه. السنه دي داخلين بقائمه كبيره من الاصناف السعوديه المستورده، نازلين بتخفيض 40% علشان نساهم في الامر وتكون لينا السبق في الموضوع دوت بالنسبه للتمور. خش الخيمه كده وهات لي اي كيس مكرونه، كيس رز، كيس سكر، زيت، سمن، اللي كل ما تحتاجه الاسره، كل موجود، اسعار ولا في الخيال. دخلت اشتريت رز وسكر ومكرونه، كل حاجه بصراحه موجوده، والبلح واليميش وكل حاجه موجوده. انا بشكر سياده الرئيس وبشكر وزاره الداخليه، والاسعار جميله ومناسبه. والله الاسعار كويسه والمبادره كويسه، وعلى الله تفضل على طول. واحنا بنشكر سياده الرئيس ووزاره الداخليه على المبادره ديت، يعني وخصم خصومات جوه 50% و60%، ويا ريت تفضل كده على طول ان شاء الله. الشادر هذا واحد من مئات الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية لمبادرة كلنا واحد، التي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية والكيانات الصناعية، لتوفير متطلبات الأسر المصرية من كافة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، بينما تصل أفرع السلاسل التجارية المشاركة إلى 993 فرعاً. تنتشر قوافل السيارات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى المناطق الأشد احتياجاً بهدف توفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة، بينما يتم توزيع عبوات تحتوي سلع غذائية على المواطنين بأسعار مخفضة. تستاهل كل خير. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركة وبفاعلية كبيرة في هذه المبادرة التي وصلت إلى مرحلتها 22، تخفيضات في منافذها الثابتة والمتحركة تصل إلى 50% وسلع ذات جودة عالية. حققت مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي انطلقت في 15 من الشهر الماضي نجاحا كبيرا، يشهد عليه إقبال المواطنين على الشراء للاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع المعروضة، ما ساهم في تخفيف الأعباء عنهم. شوادر ومنافذ كلنا واحد تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة على السلع الأساسية والاستراتيجية لتلبية احتياجاتهم. السلع مخفض أسعارها بنسبة 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.